السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. النهاردة 29/3/2020 من زيوريخ سويسرا، آخر المستجدات في سويسرا عشان الناس تبقى عارفة إيه اللي ماشي وإيه اللي داير. في حاجة اسمها لوك داون، يعني كل حاجة هتنزل في سويسرا، يعني كأننا كده واقفين مش عارفين نعمل حاجة. الحكومة قررت الكلام ده لأن آخر الإحصاءات اللي جات لهم من الناس، طبعا الخبراء، إن الفيروس ده هينتشر بسرعة في شهر أبريل. ليه؟ محدش يعرف، دي لسه يعني ما فيش تفسير علمي ليها قوي يعني، بس هم طبعا عارفين بس مش عارفين يقولوا لينا، لأن المرض ده موجود من يناير. اللوك داون ده معناها إن كل حاجة هتقف. طب العيشة، ان الناس هتعمل زي ما انتم شايفين الناس اللي عايشة هنا فاهمة كلامي، لما بتنزل تجيب حاجة من اي مكان تشتريه بقى هورور فيلم او بيت او فيلم رعب، بتخاف اكتر لما بتنزل الشارع. لما تكون قاعد في بيتك يعني بتكون مطمن. اللوك داون ده ممكن يبقى لحد اجازة الصيف اللي هو بتبدأ في شهر 7 و8، وبعد كده هنشوف ايه اللي هيحصل. يعني احنا ممكن نقعد 4 لـ5 شهور في البيوت على الكلام ده. انا بطلب منكم ان انتوا دعوات لينا. الاصابات والوفيات في سويسرا اليوم 29/3/2020، الاصابات وصلت لرقم كل يوم بيزيد حوالي 1000 و1200 فرد في سويسرا. الوقتي الرقم الحالي الأحد 29/3/2020 14,336، رقم يخوف. في اليوم الواحد بس جداد من امبارح للنهاردة، يعني في 24 ساعة، وصل 1123 إصابة جديدة. الوفيات وصلت ل 257 فرد في جميع انحاء سويسرا. الاصابات دي في جميع انحاء سويسرا، مش في محافظه واحده او مش في كانتون واحد، الكانتون اللي هو المحافظه ده. اخر الارقام اللي جت من اللي باينه على الانترنت عندنا في سويسرا 14,336 حاله اصابه، 1123 اصابه جديده، 257 حاله وفاه. بالنسبة للمستشفيات في سويسرا، هل هي فعلا مستعدة للأرقام الجديدة دي، الأرقام الكتير اللي جاية دي؟ ده من رابع المستحيلات. العملية مش عملية جهاز تنفس فقط لا غير. النهاردة دكاترة كتير شرحوا الوضع. عملية المريض ده بيحتاج 4 ممرضات. 4. المشكلة مش في جهاز التنفس بس، المشكلة في الأيدي العاملة المدربة، ناقصة جدا. حتى اللي بيجوا من على الحدود من ألمانيا دلوقتي سمحوا لهم إن هم يخشوا، اللي هم شغالين في المستشفيات وكده، واللي في فرنسا طبعا سمحوا لهم، واللي جاي من النمسا وكده. لكن النمسا المشكلة كل الدول دي عندها اللي هي على الحدود عندها مشاكل، بس في كتير شغالين هنا فسمحوا لهم إن هم يخشوا. المشكلة مش في جهاز التنفس، في الممرض والممرضات والدكاترة. جهاز التنفس شغالين عليه، شغالين عليه وإن شاء الله خير. الخبر الثاني إن في مجلس الشعب، يعني في عضو عمل اقتراح بحيث إن هما من يوم 19 أبريل اللي جاي القادم إن شاء الله، إن هو عاوز يخلي محلات معينة تفتح بالراحة شوية شوية، يعني زي الكوافير وال اللي بيشتغلوا في البستان، اوكي، ومحلات الاجهزه الكهربائيه شويه 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 شويه. الاقتراح محدش هيعرف، مش عارفين هل هيوافقوا عليه ولا لا، لان الكوافير بيبقى فيه كونتاكت بينك وبين اللي بتحلق له شعره، اذا كانت حريم او رجال بيبقى فيه لمس جسم وكده. الله اعلم ايه هيعملوا ايه. الحكومه اعلنت ان هي تصرف 42 مليار فرنك للمتضررين من فيروس كورونا. في اشكل في النمسا،
كان في 27 سويسري رجعوا سيدات ورجال، ال 27 عندهم فيروس كورونا. في الوقت ده طبعا الناس كلها بتجري على الله طبعا، يعني المسلمين بيصلوا في بيوتهم دلوقتي، ما فيش صلاة في الجامع. الكنائس هنا يعني بدأت دلوقتي تعمل حاجة جديدة، يمكن الناس تفوق شوية. الكنائس دلوقتي بتعمل صلاة عن طريق الإنترنت، الناس بتصلي معاهم طبعا، الناس الكبار هنا اللي طبعا هنا لو سألت أي حد على الكنيسة ما حدش بيروح. سليم. الوضع في سويسرا عشان ما يعني ما نعملش قلق كده شوية، الوضع مدينة أشباح. أنا عملت فيديو صغير كنت رايح أجيب سلطة وكده، مدينة أشباح بقت مدينة أشباح رسمي، ربنا يسترها. بتمنى من كل اللي بيشوف الفيديو ده إن يدعي لنا إحنا، ويدعي طبعا لبلده، ويدعي للمسلمين، ويدعي لكل العالم، لكل العالم بكل اللغات. يعني يدعوا لنا إن ربنا يسترها على سويسرا وعلى الناس هنا، لأن المرض بيجري سريع قوي هنا، سريع، الفيروس أسرع من تتوقع. تحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عامر منصور، وإلى اللقاء غدا بإذن الله. سلام عليكم.